ماديو بيلا هدف الرجاء سيمتص كثيرا ضغط الحسنيه الذي كانت له رغبه كبيره للعوده في هذه المباراه. تسجيل هدف يعيد توازن المباراه. ماديو بيلا في تنفيذ ضربه خطا في منطقه الجزاء. ساسليتي امين الصادقي للحسنية. هذه إمكانية للحسنية، هناك زيادة عددية للحسنية. كريم أيت محمد، أيت محمد، أيت محمد يسدد. أيت محمد غبت عنك الدقة يا أخي. فرصة تضيع لحسنية. رحيمي مشى من جديد. رحيمي 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 مع ثلاث لاعبين. رحيمي والحكم يدخل ويقول ضربة خطا للحسنية للعميد ياسين رامي. استلام من الصادقي. كرة الماني ماني ماني لعب كرته في منطقة الجزاء فقط للحارس أنس سنيتي. أمامية والكرة للحسنية في منطقة الجزاء. ولو الزميل زهير الرامي يقول لي على أنه ما شافش ولا تسديده في هذه المباراه للحسنيه باستثناء واحده ما كانش مؤثره، يعني زيرو تير كادري ما يقارب 6. الرجاء ما ظهرش لانه تاثر فتره التوقف لفقط 4. شوط كره من الطرف الايمن وشد كره في القائمه الثانيه حميد احداد وتدخل ماني الذي يبعد الكره ضربه في الجوله الثانيه. ماني لعب ماني لرفيق دربه مالك سيسي. سيسي الماني ماني سيسي والكره للحسنيه وما زال الخطوره للحسنيه. سيسي سيسي كره تسدد لكن مبعده من دفاع الرجاء. الخطوره للحسنيه. تدخل سنادر والفلي لمارتين. سفيان رحيم قلت لكم تجده في كل مكان بالرغم انه مع الخروج هذا تحول لراس حربه. لازال اصراره كبير. مكعزي مكعزي في الكره الاخيره. مير ماني عنده مالك سيسي. مالك سيسي كره مجددا. مذكور يبحث عن كره عرضيه في منطقه الجزاء. مذكور كره عرضيه. عبد الاله حافظي خلى الكره خلى الكره شاف انه جاي في ظهره لاعب عبد الجليل جبير. سنتيمترات فصلت بينه وبين الهدف. سيكون كبير للتتويج بلقب البطوله الوطنيه. سعى لتعويضه في المباريات المقبله. حسنيه من الكبار الكبير يمرض ولا يموت. الحسنيه اليوم